أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لدينا هنا درس في الوورد والتي نتبع الخطوات الأولى والخطوات الأولية التي نعتمد عليها. في أول ما نفتح ملف الوورد يجب أن نذهب إلى تخطيط الصفحة لنقوم بعملية تعديل الهوامش. الهوامش من هنا نضغط على هوامش، أقول له هوامش مخصصة. هناك من يبدأ يقوم بتعديل الهوامش، مثلا دائما هو يعمل على مثلا الصفحة 1.5، هنا الارتفاع والأعلى والأسفل، سوف كذلك أعطيها 1.5 والأيسر 1.5 وأعطي الأيمن 1.5. هذه تقريبا دائما أنا أعمل عليها، مثلا هكذا دائما كل مرة أفتح الوورد سوف أعمل على هذه الهوامش. عندما أكون دائما أفعل على هذه القواعد الأولى يجب أن نقوم أن نعينها كتعيين افتراضي من هذه من هذا الزر، من هذا الزر نقوم له بتعيين كافتراضي. سوف عندما تضغط على هذه تعيين كافتراضي هكذا يقول لك هل تريد تغيير العدد الافتراضي لعدد الصفحة، هذا التغيير سيؤثر، أقول له نعم. وهنا عندما تفعل هذه الخاصية، عندما تفتح دائما الوورد يأتيك بهذه التعديلات، ليس كل مرة تغير الهوامش، دائما تأتيك ب 1.5 من الأسفل والأعلى والأيمن ولا تعدل حسب كلما تفتح الوورد تجد هكذا، إلا في حالة إذا كنت يعني ميكرو أورديناتور مستعمل برنامج ديبي فريز أو شاداو فذلك لا يفعل ذلك، لأنه يعيد الكرة. يجب أن نفتح شاداو ونستعمل هذه الخاصية وبعدها نغلق تطبيق شاداو، لأنه لا يسمح له بالتغييرات. تلك التطبيقات هي مفيدة، تعمل عمل أنتي فيروس أو أحسن من أنتي فيروس، لأنها تغلق على القرصي، ولكن التغييرات على القرصي سوف عندما تحفظ حفظ لا تحفظه عندما تعيد تشغيل الويندوز، سوف تذهب كل التغييرات التي غيرتها على السي. فلذلك عندما يستعمل ذلك البرنامج فالحذر، أو يكون إنسان متألق به، يعني دائما يعمل عليه ويعرف وأنه متعامل معه من قبل. هذه أول خطوة. ثاني خطوة، عندما نقوم لقد قمنا بعملية الحفظ، أنا هنا عندما أكتب أي كتابة هكذا أكتب كتابة ثم أكتب كتابة ثانية هكذا، سوف أنسخ هذه الأربع أسطر وأجعلها ثمانية أسطر هكذا وأكبرها قليلا لكي تظهر لكم هكذا، سوف أعطيها خط، سوف أغير من الخط مثلا أعطيها خط 18 هكذا. أنا لدي مثلا هنا العنوان، هذا العنوان عندما أقول له عريض باللون الأحمر ومائل وأعطيه مثلا سطر هكذا وأكبره مثلا وأعطيه 22، لدي مثلا مذكرة بهذا التنسيق، يعني هناك من يقوم بنسخ التنسيق، هذا نسخ التنسيق يقوم هكذا ويضغط على نسخ هذه ينسخ التنسيق هكذا ويقوم هكذا وبعدها كذلك يضغط على نسخ التنسيق وهكذا، هذه العملية الشاقة. فلذلك أعطيكم عملية، أرجع إلى الوراء، عندما يكون له مثلا لديه 100 ورقة أو كذا في بحث معين، عندما يريد نفس التنسيق يريد أن ينسقه في جميع العناوين التي يريد أن ينسقها بنفس التنسيق الذي استخدمه، هنا يحدد التنسيق هذا ويضغط على
نسخ التنسيق مرتين، هكذا يضغط عليه مرتين، عندما يضغط على هذه سوف يعطي هكذا، سوف يبقى نسخ التنسيق يبقى كذلك، سوف أعمل هكذا بدون أن أذهب إلى الفرشاة، هكذا وأذهب إلى الصفحة الثانية والثالثة والرابعة دائما بنفس التنسيق. هذه اختصارا اختصار لنسخ التنسيق، عندما أنتهي من نسخ التنسيق سوف أضغط هنا سوف يذهب نسخ التنسيق. هذه العملية للتبسيط أو السرعة لأذكركم بها، ربما هناك من لا يعرفها. أما الطريقة الثالثة، هنا كل دقيقة أنا جعلت الحفظ حفظ الملف هنا، عندما أقول له خيارات أعطيته الحفظ هنا راه يحفظ كل دقيقة، يبدأ بالحفظ كل دقيقة يبدأ بالحفظ، ولكن هنا لم يبدأ بالحفظ. لماذا؟ لأنني لم أحفظ الملف، سوف أقوم له بعملية الحفظ هكذا. ها هو مجرد قلت له حفظ ذهب مباشرة إلى القرص المصدر، سوف يحفظه هنا بالاسم الذي أريده في هذا الموقع. عندما أقول له حفظ سوف أحفظه هكذا، حفظه عندما أحفظ هذا الملف. الآن عند التغييرات وبعد الدقيقة وبعد الثانية سوف يقوم بعملية الحفظ، كل مرة سوف يقوم بعملية الحفظ. هذه العملية الثانية. هناك نعطيكم مثال كذلك عن أي شكل معين، مثلا أنا وضعت شكل هكذا أو صورة، مثلا من المستحسن أن نضع مثلا صورة، إدراج صورة، أقول له إدراج صورة، نضع أي صورة معينة من هنا هكذا. عادة هناك من لا يتعامل بالصورة يضغط عليها مرتين أو يقول هنا بالتفاف الصورة، هذه التي سوف تساعدك على الصورة مع الكتابة. وعندما لا تريد تتحكم بالصورة نقوم بعملية مشدود، يعني تستعمل هذه الخاصية مشدود، يعني تأتي الكتابة عليها من اليمين من اليسار كما تحب أن تفعل، أو تقوم بخاصية التي تريد أن تستعملها أنت هكذا. سوف تضع تأتي الكتابة من هنا، تأتي الكتابة من هنا، تضعها كما تحبها. هذه طريقة التي لا تكون مقيد بها، أو إذا كنت مقيد مثلا تضع الكتابة فوقها أو كذا، هاي خلف النص مثلا تضع هكذا يأتي النص حتى تكتب فوقها، عندما تكتب هكذا سوف تكتب فوق الصورة بهذه الطريقة. عند تحديدها التنسيق هناك ثاني كذلك، كل الخيارات عندما تجربون هذه الخيارات سوف، وأحسن خيار هو مشدود إذا عندما لا تكون مقيد بالصورة، يعني أن تضعها في أي مكان تريده وتعطي للكتابة كذلك مكانها، حتى بالكتابة هاته إذا حببت أن أضعها في الأسفل حتى أضع الصورة من هنا، مثلا أنا أضع الكتابة أضع عن طريقها كذا وأرفع الصورة إلى الفوق، لا داعي للمشاكل، يعني أن يتعامل لا يعرف كيف يتعامل مع الصورة. وكذلك عند التكبير والتصغير وكل شيء، فهذه الخاصية تريد أن تتعامل مع الصورة بهذه الطريقة، هذه تتعامل مع الصورة والكتابة، فلا يكون هناك مشاكل. وفي اقتصاص الصورة من هنا نقوم بعملية الاقتصاص، يعني عندما تأتي بهذا الشكل نستطيع أن نقص من الصورة هكذا، يعني أترك فقط الشيء الذي أريده مثلا هكذا، أقول له حفظ تقريبا هكذا، وأقول له حفظ هكذا، تأتي الصورة بهذه الطريقة.
أظن أنكم أخذتم بعض الأفكار في الوورد. وفي الأخير أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.